اهلا يا شباب، في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل سلايدر في برنامج فيجما. اول حاجه هبدا بيها وهي ان انا هعمل شكل او الديزاين بتاعي، فهاجي هنا فوق عند الاشكال واختار الريكتانجل وابدأ اكريت بيه او اكريت منه الديزاين بتاعي بالشكل ده، وهاجي اعمل منه كوبي واغير في اللون النسخة اللي اتعملت منه وابدأ اسحبها بالشكل ده. واعمل سيلكت عليهم واديله كورنر اي رقم واتحكم زي ما انت شايف كده. وبعدين من عند الأشكال هبدأ أجيب الدايرة وأخليها بنفس اللون اللي اتعمل بيه سلايدر، هعمل سيلكت عليهم وهاخدهم كوبي، وعند النسخة التانية هسحب الدايرة لآخر اللاين وكمان السلايدر معاه بالشكل ده. وهعمل سيلكت عليهم وبعدين من فوق اخليه كومبوننت واخليه من اليمين as variant، واجي عند وضع البروتوتايب واسحب من الاول للشكل التاني زي ما انت شايف، واخليه on drag واخليه كمان smart animate. وعند الفيرونت التاني اسحبه للفيرونت الاول بالشكل ده، ونفس الكلام بنفس السيتنج اللي اتعملت. وهاجي اشوف اللي انا عملته ده، فهعمل فريم جديد وعند اسيستس واختار لوكال كومبوننت اسحبه عندي جوه الفريم بالشكل ده. وهاجي بعد كده عند وضع البروتوتايب واعمل فلو جديد، وبعد كده ابدا اعمل بلاي للفلو ده هيظهر معاك بالشكل ده. وبس كده، ده كان شرح بسيط، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.